اعطيني دبر لي محرمه. بسم الله الرحمن الرحيم، تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. لواء شهداء بدر، نقوم الان بتجهيز مدفع جهنم من اجل دك حصون الشبيحه في الاشرفيه في المشفى اليوناني، ردا على المجازر التي ارتكبها النظام بحق اخوتنا المدنيين في كل انحاء سوريا، ردا على مجازر الكيماوي ومجازر صواريخ السكود والارض ارض. نقوم الان بتجهيز اضخم مدفع صنعه الجيش الحر صناعه يدويه لدك معاقل الشبيحه باذن الله تعالى. الله اكبر.